مرحبا. اليوم بدي أرجيكم جيم اسمه Outcast A New Beginning، بس خلينا ننزل شوي الميوزك العظيمة اللي كأنه لحظة شو هاد يا ساتر. المهم Outcast A New Beginning هي لعبة جزء الثاني للعبة عمرها 25 سنة، طلعت مثل 1999. وفكرتها انك انت بهذا العالم اللي بتروح له عن طريق بورتال وهيك، وبدك تحاول تساعد اهله باشياء عم بتصير. اوكي، بالبداية بتلاقي ناس عم يهاجموه، بتحس كأنه بتشبه شوي افاتار بالقصة تبعه وبالشكل العالم بشكل عام. ناس عايشة بالغابة وشي ناس عايشة بالجبل وفي ناس عايشة مدري وين، وانت بدك تساعدهم كلياتهم لحتى يخلصوا امورهم. طبعا انت هذا الشخصية نفس الشخصية تبعت اللي من 25 سنة، اذا عملنا بس هيك هم ها اوكي. بكل بساطة انت عم تعمل اكشنز هون، وبدك تحاول تعمل كوستات وتخلصها للعالم. طبعا في خريطة هون، اوريدي خلصت تقريبا نصها، جزء هذا كمان شوي، وبدك مثل ما قلت لك مثل ما قلت لكم تخلصوا القصص. هاي القصة هون شو بيصير؟ You mean these beasts are coming back? What's your long-term strategy, Chief? I don't plan on camping around. Ventilopes can chase the Gamors away. Hey, is it about shift? Get you. And by we, I mean our beast tamer. شو هدول؟ Ventilopes ومدري مين. What's the Ventil? Hey, ففيك تحكي معهم وتشوف شو القصص وكذا، بيعطوك كويستا. Okay. What do what? نعمل space ونعمل exit. I'll come back later. Okay, تمام. المهم. خليني أورجيكم الجيم بلاي. بالأخير هي الجيم بالجيم بلاي تبعها. هون عم إلّا get to the location marked and talk to the talent. so هون نعمل هاي ونستعمل شوي الابيليتيز لحتى نصل بسرعة. الحركة بهاي الجيم كتير نايس الصراحة. هذا نقول له هي الأول، بعدين هون VC. هني نشوف بس هون الكوست. اوكي نعمل هيك get to the location on the mini map. هون بقى الكوست تبعنا اللي عم نحاول نعملها. الكوستات هون طريقتها غريبه شوي. لما بدك تعمل كوست تكبس على البلد وبعدين تقول له هون مثلا اعطيني هاي الكوست. اوكي، هون مثلا find دينار، find مدري شو، وعمل هدول الاشياء. سو هيك بتعمل الكوست. طبعا الفكره هي انه بدك تخلص الكوستات تبع كل المدن اللي موجوده مشان تقدر تتقدم. هاي هي الفكره الاساسيه بالموضوع. نزلنا بالمي. طبعا هون معه جيت، نطلع من هون عم نحاول نطير. فيك تعمل بوست كمان. طبعا في ابيليتيز بتفتحها بتستعملها حتى تتقدم بالجيم. بس مثل ما قلت لكم احلى شيء فيها هو الابيليتيز اللي عاملين الحركة اكتر شيء. القتال بسيط نسبيا. في عندك مسدس، اوكي، طبعا ممكن يخلص الهاي، وعندك سلاح تاني كمان مع الوقت تفتحه، ممكن تفتح اسلحة كمان مع الوقت. كل واحد منهم بيستعمل امو معين. طبعا الامو سهل يجي، بتاخده من الحيوانات او الانميز اللي بتقاتلها وهكذا. هلأ نجي لهون، هات لنشوف وين هذا، بعيد مو بعيد. اوكي منيح، انت نحن حنمشي لهون. ممكن نسحب نطلع من على المي. not yet fish sticks choose jet sprint ability keep up the pace exhaust vicious creatures. اوكي ما بعرف شو يعني بس ماشي. نروح هيك نحنا. أظن غلط كان إجي من هون. طيب فاين، طلع هيك. أوبا، ممكن ناخد هاي. في طبعا بالأوبن وولد هذا في محلات فيك تروح تخلص فيها كوستات معينة مشان تاخد اكس بي زيادة وتصرفه. طبعا لما تيجي تصرف الاكس بي بتجي على هون،
في عندك هون الأسلحة فيك تطبق السلاح على كيفك، فمثلا أنا هذا عامله بهالشكل. فيك كمان تستعمل الأشياء اللي بتلمها لحتى تعمل أبجريد للأسلحة وهيك. طبعا هون عندي سلاحين مبدئيا، هذا بده للمية لحتى يفتح، وهدول الأبجريدز اللي بتلمهم وأنت عم تلعب الجيم. في هون الكونسيومبلز الانفنتوري، الأشياء اللي أنت بتلمها بالطريق من الأشياء الأواعي تبعك وهيك. في هي اللي هي التالنتس، فيك تجي هون تصرف الأزرق هذا لحتى تعمل الأبجريدز. في عندك الكومبات كمان فيك تصرف هون لتعمل الأبجريدز، اللي هو البنفسجي، المنفسجي فيك تعمل هون مثلا تقوي الموديولز ability to unlock your weapons a second time. هون مثلا ميلي دامج، فيك تقوي الميلي دامج تبعك وإلى آخره. تمام، بس هي الفكرة يعني، ما في شيء هون سبيشل، ما في شيء بيميزها عن غير ألعاب، غير إنه العالم تبعه كتير حلو والقصة شوية بتضحك بطريقة يعني، كيف بدي لكم بتضحك، كأنك عم تفرج على فيلم بالتسعينات. أوكي، هذا الجنان تبع التسعينات. طيب إحنا هلأ بنروح من هون، انا بدي احاول اطلع هيك وحاول لف وزبط هاي. طبعا هون كمان بتلاقي بعض الاماكن فيك تعمل اكتيفيتيز، مثل مثلا انك تحاول تلاقي شيء. واحد اثنين ثلاثة، ما بدي تمبل، انا بس بدي امرق من هون مرور. فينا نستكشف هذا التمبل ونعرف شو صاير فيه، بس احنا ما بدنا هذا، بدنا نورجيكم القتال. بما انه نحن نازلين بنزول فينا نستعمل هاي. هات نفتح هذا اذا فينا. هاي بوابة بتصير بتقدر تعمل عليها فاست ترافل، بدل ما تمشي لحالك بتصير بتقدر تروح بيناتهم. ففي كتير مفتوحين بهذا، كل قرية فيها واحدة، فبتساعدك انك تلفلف براحتك. تمام، هيك القتال ببساطة. في كمان في سوينون، تعال نعمل اكس، قاعدين جوا. اها تعال، كيف نصيده هان؟ شو على الآن جوا البيت؟ اوكي، هات موديول بارتس. هذا هيك، ما بعرف شو هي الدخنة بس هنشوف. ايه، فبتقعد تستكشف هذا العالم، جيد اللعب يعني. طبعا بيطلع لك وحوش اصعب من هدول مع الوقت، طبعا هدول كمان حتى بالبداية بيكونوا اصعب، بس انت مع الوقت بتصير بتقوي حالك، بصير عندك ابيليتيز احسن وهكذا. هات لنشوف هون شو هيصير. هي مثل من المفضية. طبعا هون كله عم يوقعوا الاغراض اللي ممكن نستعملها لحتى نعمل امو وما امو هالقصص هي. يلا تعال. في عنا هدول، في البوروز. اوكي، هذا الشيء. طيب هاي بارو هون. بس ناخذ الاغراض حتى نعمل فيهم كرافتنج، لانه فيك تروح على البيس وتعمل كرافتنج للادويه والقصص هاي. تعا هون هون، خلص فكيناها هاي. اكس، ما ضل حدا، خلص
ايه فهيك نحن خلصنا هاي المكان، ما نروح نشوف المكان الثاني. ايه فاذا انت بتحب الالعاب هاي الاوبن وورلد اللي بس بتمشي من محل لمحل، this is nice. مو فظيعة، ما فيني اقول فظيعة او انه ابداع، بس it's nice. هون مثلا فيك تاخذ هذا الشيء. اها هذا انتر اكت، بتصير تلحق هاي تحاول تجي معه. في منهم لهم وقت، في منهم ما لهم وقت. اخذ هاي. تبا هذا هيك، لنشوف هلا هون شو المصيبه الثانيه. اوكي هذا هون. تبا طبعا صاحبكم هشام عنده مشكله مع الابعاد. اوكي فهلا هون ما بعرف اقدم أقدر البعد مزبوط، فهي مو بغلطة الجيم، هي غلطتي أنا. أوكي أو مشكلتي أنا. هاي ما فيني أعمل شيء. طيب أها ماشي، لا ما لنا رونج واي بس عم نحاول نغش. بوم خالصين، اخذنا البوينتس. اظن صار عندي كفايه اني اعمل ابجريد هون. اي هاي كاتر كان يوز دوج وال ايربون، حلو بصير بقدر اعمل دوج اللي هو هيك. هذا دوج. من هلا بقى بننزل لتحت ونشوف شو بدنا نعمل هون. اوكي هدول ممكن نلمن لحمه، نستعمل هذا السلاح. هذا السلاح اضعف من الثاني بس ظريف للجماعات بعد حسب ما انت بتطبقه. هلا بقلكم كيف هذا الشيء يعني اللي نايس. تعا هون تعا، هذا الازرق لازم بالايد. اوكي تمام، خلينا يلحقوني مو مشكلة. المهم هي الفكرة. هلا الحلو بقى هون 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 الفكرة الأحلى شيء، خلينا نرجع عليها. إذا أجيت طلعت هون حتجي تقول أوكي مثلا أنا بدي ماشين جان، حشيل ماشين جان وأخليه سبريد. أوكي وبنفس الوقت حشيل هاي مثلا وخليه هيت شوب. هلا شوف شلون السلاح حيتغير. تمام، فأنت بتقدر تركب سلاحك على كيفك. فانا عامله ماشين جن وبيعمل ماينز. هلا هذا سلاحي المفضل، انا عامله هي التركيبه انه بعمله ماشين جن هيك وبيعمل الغام. تمام ما عاد اعمل الغام لانه خلص الامو، بس مو مشكله، بس هي الفكره. لازم اروح اجيب امو كمان. anyway هاي هي اوتكاست. عفوا اي حدا حابب لعبه من هدول الانواع وهيك وما بده يلعب شغلات اوبي سوفت، هي خيار جيد. ما بعرف شو اللي عم بيصير فوق بس عادي. هذا هون بيس بدنا نقعد نفضيه. اه
بعد نعمل هيل واحد ثاني. يلا هذا هيك نستعمل الرشاش الأقوى شوي. هذا منيح لتصيد الفرديين. بس طبعا شايفين يعني بتصير انت اقوى واحد بالعالم. المهم هاي هي اوتكاست a new beginning. جيم جيد انا حبيته. مو فظيع, فوق الوسط خلينا نقول. اوكي المهم شكرا كتير, لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين, سلام.